اللي بيتكسل في بالكم شكون توا ولا مازال يتكسل؟ شكون؟ فما شكون؟ كيف فما شكون مازال ما يقومش توا؟ سخايل باش نطلعوا حتى سخايل فما حد معانا مازال يتكسل. وفي بالكم شكون راهو توا في الخدمه عنده اكثر من ساعه وساعتين؟ اكيد ربي يعينهم ان شاء الله وربي يعين الجميع ان شاء الله. مرحبا بكم في اسمه مزيان شويه اخرى، تبداوا نهاركم معانا بالربح ان شاء الله وتربحوا معانا كالعاده تخوا كادو من اهداء بوتي كوين ستور في سوس اللعبة اسمها لعبة على الخوات. تربحوا معنا سبيكر، تربحوا معنا بوشيت تحطوا فيها لي تابلات نتاعكم ولي زايباد، وتربحوا معنا لو بور دوكيومون. مرحبا بكم. 31329000 ثلاثة أسئلة من الثقافة العامة كالعادة، كل سؤال يسوى كادو. تنجم تروح بالكادوات الكل كيما تنجم تروح بحتى كادو، على خاطر قانون اللعبة صعيب شوي. بعد ما تجاوب يلزمك تستنى معنا 5 ثواني باش نحاولوا نتصلوا برقم من الارقام، الرقم هذا اذا كان هز علينا التليفون في 5 ثواني وقال صباح النور اسمه مزيان هو اللي يكون الفائز معنا اليوم. مرحبا وحد سعيد للجميع. نمشيو يا قديم، نمشيو يلا يا قديم. هاي يا قديم. في قديم كالعادة 5 مقاطع من أعمال يرجعونا شوية لسنوات التسعينات وآخر التسعينات والثمانينات على شلاء. اليوم عندي حتى العام 2001. اليوم الحقيقة مقاطع صعيبة برشا، أو للأمانة معناتها باش نكون واضح ودقيق، اليوم المقاطع صعيبة برشا، هذاك علاش باش نحاول نسهل لكم. داكوردو، مثال المقطع الاول باش يهزنا لعام 1993، غنايه خرجت وقتها هيت مونديال، هيت في العالم كامل لحد الان مازالت تسمع الغنايه هذه، غنايه اوكسيدونتال ماهيش غنايه شرقيه. يكفي فقط كونكم تقولوا لي شنو اسم اللي تغني، ما حاشيش باسم الغنايه خاطر ديجا باش تسمعوه. فقط حاجتي باسم اللي تغني نسمع. اسمعني مروان، مروان شانتال جويا؟ لا هي الغنية نعرفوها اللي هي شنو، اما ما نعرفوش الاسم الغنية شو اسم، ما نعرفش الاسم والله. ركز ركز ركز، تبع شوية كلمة تطلع هي باش تسكت باش تبدا اسم الغنية. كل تعرف الاغنية اشكون اللي تغنيها؟ حرف اللون سي. مروان، مروان كريستينا اغيليرا. قال كريستينا اغيليرا عام 93 سي. قال لك سيلين ديون. لا لا قال لك صعيب، معناها كي يقول لنا الاسم صدقني اغنية نعرفها، فكرني في برشا سوفينير مزيان واني صغير. انا ناكد لكم اللي حتى اللي قاعدين يسمعوا فينا ما يعرفوش بطاطا الاغنية وعمرهم سمعوا به، اما ولكن اسم اللي تغني هذا اسم اكثر اسم مشهور في تونس. اباي مريم ما يعرفوش. مريم قول. سيلين ديون. لا 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 كلاوديا حاجه. لا لا سورتو البريود هذه اكثر اسم معروف سورونا كورونا جوستومون اسمها كورونا. تحكي بجدك والله مطربه اسمها كورونا والاغنيه اسمها ريذم اوف ذا نايت. الاغنيه خرجت عام 1900 بالله بالحق ولا تبدل والله اسمها كورونا والاغنيه خرجت عام 1993. شفت البياج، شفت البياج. تعرفوا الاغنيه وما تعرفوهاش؟ عرفوها حق المعرفه وعلى محلاها. تعرف ايش فكرني الاغنيه ذي والا قبل كي تمشي مع داركم من الاوتيلك في البواتا، البواتا اللي تابع الاوتيلك هاو مش اللي يمشي مع دارهم للبواتا نقول لك اي اي، وتدخل مع داركم البواتا ويبداوا يلعبوا فيها كان بينجو في الوتر مو في البواتا يعملوا الانيماسيون تاع الصغار، بعد يفوا بالغنيه ذي والتسعه يقول لك الصغار يروحوا ديما يفوا بالغنيه ذي. انا زمان نوري نايت حسيتك خارج من المسلسل شوف لي حل فك الحلقه نتاع مشلوتي صحيح نفس الجو هذاك. اي والله تعال امي وبابا كان دوما ميل عمري ما ضعت في الاوتيل خاطر يلقوني يا في البيفيه يا في البيفيه والله. الاغنيه ريذم اوف ذا نايت مع كورونا، الاغنيه خرجت عام 1993. هاي نمشيو للعام اللي قبله عام 1992. هذه صعيبة زاد باش نهزكم الواحد من الاعمال التونسية، مسلسل تونسي بطولة مصطفى العدواني، فتحي الهداوي، حاتم بالرابح،
كوثر الباردي دليل المفتاح إخراج صلاح الدين الصيد قصة وسيناريو وحوار طاهر الفازع مع صلاح الدين الصيد في السيناريو. أسمعوا جينيريك وقولوا لي شنو اسم المسلسل هذا. عملنا ليك عام 1992 فما ممثلة من بين الممثلات ما سميتهاش بالعاني. مريم. مريم. غادة. ما هوش غادة. طلوس. طلوس. والله نتصورش كان صحيح ما جي على بالي نحب نقوله ورد وكتاب. لا ورد وكتاب مش 92 عاد لا. بالله حرف على القيلة والله على ثلاث شلسان. اسم المسلسل على اسم واحدة من الغنايات التونسية المعروفة جدا. تيام. شو اسم الغناية؟ طلوس. قول. ليام. ليام. لا مسلسل ليام لا جديد عاد في الألفينات. تعدى في قناة الحوار التونسي. طلوس. طلوس. زهر البنفسي. زيدني كلمتين اخرين بعد ليام. مروان. مروان. ليام كيف الريح. اي والله والله قعدت في ثلاث سنين. هو قال لي زيدني خل نزيدو مروان بعد ما نساش. خل نزيدو. انا غالب قال لي راني زياده تعرفني. مع الزياده ما يفدلكش راهو. المسلسل اسمه جوستو. انا فهمت البان. المسلسل اسمه الايام كيف الريح. الممثله اللي ما سميتهاش اللي هي حسيبه رشدي الله يرحمها مثل دور امهم المريضه وهما الاخوات اللي هكا يحاولوا باش عندهم مشاكل في الحياه واخوهم كيفاش نقول هالكلمه ما حبيتش نقولها بالتونسي قولها يعني قلتها القطعي خوهم القطعي هو فتحي العداوي خو مش شرير سوا ديزون مسلسل معروف على الاخر تعرف اني صارت لي قصه والله معناها هو ممكن من اخر مسلسلات خدمتهم حسيب الرجل الله يرحمه ولكن فما منتج خدمت معاه في وقت من الاوقات كان هو اول تجربه لي كاداره انتاج وقت لك مشيت نيغوسي معاه الفلوس قال لي حسيب الرجل خدمت معايا ب 30 دينار فاني معناها قعدت كيفاش قلت معناها بدات ب 30 دينار مرت الايام بالحق ما عرفت لي ليك شيء كانوا فك الوقت هذاك ب 30 و 40 و 50 دينار وحب هو عام 2012 يخلصني كيك لا يمكن في الريحه صاحبي لا يمكن في الريحه في المريمه ولا باش نعطي نص نقطة لطلوس ونص نقطة لمروان شكرا للأمانة شطاير خبزة باهي اسمع كم ملعقة صفر 25 لمريم احنا صرفنا مريم ما قالت شيء مريم ما قلت شيء ضحكت برا نعطي 1.17 مساهمة مش هي مش ذلنا باهي أصعب مقطع عندي هو المقطع الثالث ما حاجتي باش تقولوا لي لا اسم الأغنية لا حاجة جوست قولوا لي شو اسم الجروب اللي غني الأغنية خرجت عام 1999 الألبوم اسمه The Writings on the Wall واحد من اشهر المجموعات في الوقت هذاك عام 99 الاغنية اسمها بيلز 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 نسمو وقولوا لي شكون اللي غني دونك فهمنا الجروب اليوم مجموعة نسائية مريم مريم ذا بوسيكات ذا شنو لا 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 بوسيكات دوز بعد والله نعرفهم قسم قسم انتم بالله ليه مش هذوكم نعرفهم قول لي ذا شنو اللي تغني هذه اسمها بيونسي اي صحيح بيونسي كانت فين جروب سهل عاد لا 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 كلمه الاولى الكلمه الاولى دي حرف لو دي دي تو تتمعن في ملامح وجهي انا مانيش عارفها راهي شنو هي شاي حتى اجابه بدي قداش في الحرف الاسم الاسم فيه زوز كلمات زوز كلمات الكلمه الاولى هي المصير بالانجلي المصير مصير يس ديستني يا بيجي فرح ديستان ديستني ديستني طلوس كل شيء قول ايه استنى لحظه برك نستشير زملاء شو اسمها الطفله شو اسمها بالانجلي كيفاش نقولوا طفله جيرل ديستني جيرل انت راك ماشي في التوجه الصحيح ما مش جيرل برشا بنات صغير ولاد صغير شي تسمى وايف سان سان ذا ديستني سان شايلد شنو هذا؟ شايلد صحيح الجروب اسمه ديستني شايلد تو طفل صغير اسمه شايلد اعطيني 25 خلي لمش تربونته ما يسالش انت باش نعطيك الجذر التربيعي نتاع اربعه وينك الكراسه بالقيمه دونك الجروب اسمه ديستني شايلد الاغنيه اسمها بيلز 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 هيت زاده برمي لي هيت عام 99 صعبة لي زيكستريم تاع صعبة على الاخر صعبة علينا هكا وائل يا اخي باهي نسكم العام 2001 مش سهل لكم شوية تحسوا تعمق برشا في قديم البارح بالحق باهي بعد الببليسيتي تقولي نسري نعطينا الببليسيتي ونرجعوا يلا كنوز
FM على 105.1 في هي اسمه مزيان. مازلنا معكم في فقرة يا قديم صباح النور توا 7:33 دقيقة. نسلم برشا اللي قاعدين يتفرجوا فينا على الستريمينغ على الفيسبوك وقاعدين يجاوبوا راهو قاعدين يبعثوا في لي كومنتير ويجاوبوا. المقطع الرابع غناية تظهرني من الغنايات اللي معروفة في العام هذاك عام 2001 ألبوم اسمه صورة ودمعة. الغناية باش تسمعوه ديجا يغني فيها هو باش تسمعوه بصوته اوكي جوست حاجتي باسم المغني المصري هذا تعرفوا الغناية أكيد شكون اللي يغني شنو اسمه؟ عطيت الكلمة الأولى كلمة الحرف نور ميم ميم اسمه محمد ها طلوس 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 محمد حمائي غلط غلط محمد مريم محمد مدحت مدحت محمد مدحت محمد منصور محمد فوزي غلط محمد الناجي تعرفوا الاغنية ولا ايه؟ تعرفوها والله هي مش اسمه اللي يغني شو اسمك انت ساعة؟ مروان مروان ايه؟ منيب لقبوه لا لا يرحمه ذاك اسمه عامر منيب لا لا ذاك توفى هذا شو اسمه محمد شنو؟ حرف حرف الثاني ميم في اللقب محمد 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 ما 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 متكي مرتاح حول ولا قوة متهمم متهمم اللي غني اسمه محمد محيي والغناية اسمها يا محي محي شراوي محي شراوي عنده غناية معروفة على الاخر قادر وتعملها صار هذيك غنية ما سمعتش انت كدقة العملية بالايي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 ي
صراحة. إلى حد لين حتى واحد فيكم عنده حتى نقطة راه. عندنا 0-25 0-25 0-25 كيف الرياء. هاش تقضي 0-25؟ باهي فلقي البيت هذه. كورونا وبرد. باهي المقطع الخامس أسهل مقطع. عام 99 خرجت الأغنية الألبوم اسمه عينيك وحشاني. اسم الأغنية واسم اللي يغني شكون فيكم الأسرع؟ يلا. اي هاك تشك 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 صبر بيع الله الله يا بابا. لا سهلة عارفها عارفها. لا لا سهلة. ماري 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 يا ربي يا ربي شكونك يا ربي شكونك. طلوس مروان مروان طلوس طلوس مصطفى قمر والغناء الليلة دي. ايوه شو اسم الغناء؟ الليلة دي مروان مروان الليلة دوب الليلة دوب نسمع الإجابة. ديما في حلقي واحد. اصبر خلنا نتنفس. اصبر خلك واقل اشرب الماء. اصبر الليله دوب الاغنيه خرجت عام 99. تتفكروا الاغنيه هذيا كي خرجت باختو وين ما تمشي تحل في رجلين وتطلع لك الاغنيه هذيا. وفي نفس العام خرجت معها واحده من الاغنيات زاده اللي معروفه جدا وطيحت على الاغنيه هذيا وما كانوا يتنافسوا الزوز عمرو دياب ومصطفى قمر. اغنيه أمارين عمرو دياب ولا خرجت في نفس العام هذاك. باهي دونك عندنا 0-25 المروان 0-25 الطلو. اشنو؟ لمينا لدوب. هو قال مصطفى قمر. اشنو عملت؟ راه وكنت باش نكمل راني مازلت نظن في الغنايه. باهي اخزر باش نقسم باش نقسم بيناتكم. انت 0-33 وانت 0-33 وانت خاطر قلت يا ربي شكون 0-33. خرجنا بالتعادل اليوم. باش نبدا الامور خمسة على خمسة اليوم. سهلة ظهرت لي جديد. سهلة نصعب لكم شوي ان شاء الله. ربح الباجي تحسها فيه. تحسه هو من غاديك الكل يعرفهم على اساس كل واحد تجي يعملك هاك بعينيه هذيك. هو ما صدقني ما عرف حتى ما عرف حتى واحد. به اقعدوا معنا بعد شوية باش نلعبوا معكم كالعادة لعبة على الخوي. لعبة على الخوي. مرحبا بكم على 31 329 ألف.